أهلاً وسهلاً في اختبار الحب. هل تساءلت يوماً إذا كان ما تشعر به هو حب حقيقي أم مجرد إعجاب عابر؟ في هذا الفيديو التفاعلي سنطرح عليك 12 سؤالاً تساعدك في اكتشاف عمق مشاعرك. اختر الإجابات وجمع نقاطك لنعرض لك نتائجك في النهاية. جاهز للتعرف على مشاعرك الحقيقية؟ دعنا نبدأ. السؤال الأول، عندما تصلك رسالة من هذا الشخص، ما هو رد فعلك الأول؟ قلبي يخفق بسرعة ولا أستطيع الانتظار للرد. أبتسم وأفكر، هذا لطيف. لا أستعجل في الرد، لكنني أجيب في النهاية. السؤال الثاني، تخيل أنك لديك خطط للقاء هذا الشخص غداً، كيف تشعر حيال ذلك؟ لا أستطيع التوقف عن التفكير في الأمر، أنا أعد الساعات، أتطلع إلى ذلك لكنني أيضاً هادئ، إنه مجرد خطة أخرى في جدولي. السؤال الثالث، عندما يذكر أصدقاؤك هذا الشخص، كيف تتفاعل؟ أشعر بالخجل أو الابتسام ولا أستطيع إلا أن أتحدث عنه. أنا أتحدث عنه ولكنني أحافظ على هدوئي، لا أذكره كثيراً. السؤال الرابع، كم مرة تجد نفسك تفكر في هذا الشخص خلال اليوم؟ طوال الوقت هم دائماً على بالي، كثيراً، لكنني أركز أيضاً على أشياء أخرى، ليس كثيراً، فقط بين الحين والآخر. السؤال الخامس، عندما ترى صورة لهم على وسائل التواصل الاجتماعي، ماذا تفعل؟ لا أستطيع المساعدة في الإعجاب وربما التعليق، أبتسم لكنني أتابع التصفح، لا ألاحظها كثيراً وأتابع التصفح. السؤال السادس، كم تخطط لمحادثاتك مع هذا الشخص؟ أفكر كثيراً فيما سأقوله، أريد أن تكون كل شيء مثالياً. أفكر قليلاً، لكنني غالباً ما أذهب مع التيار، لا أخطط، فقط أتكلم. السؤال السابع، هل تحلم عن هذا الشخص؟ طوال الوقت، خاصة عند المستقبل معا، أحيانا، لكن ليس دائما عن المستقبل، ليس حقا.
السؤال الثامن، عندما تسمع أغنية تذكرك بهذا الشخص، ماذا تشعر؟ أشعر بالعاطفة وأفكر فيهم على الفور. أبتسم وأفكر فيهم لفترة قصيرة. لا أشعر بالكثير، إنما مجرد أغنية. السؤال التاسع، هل فكرت في تقديم هذا الشخص لعائلتك أو أصدقائك؟ نعم، أريدهم أن يلتقوا بأقرب الناس إلي. فكرت في الأمر لكنني لست متأكداً بعد. لا، لم أفكر في ذلك كثيراً. السؤال العاشر، كيف تشعر بعد قضاء الوقت مع هذا الشخص؟ مبتهج وسعيد، راض ومكتفئ، عادي، ليس شيئا مميزا. السؤال 11، هل تريد مشاركة قرارات حياتك الكبيرة مع هذا الشخص؟ بالتأكيد أقدر رأيهم كثيراً، أود ذلك، لكنني أيضاً أتخذ القرارات بشكل مستقل. ليس حقاً، أنا أتعامل مع تلك الأمور بمفردي. عندما تفكر في المستقبل كسؤال نهائي، كيف ترى هذا الشخص في حياتك؟ لا أستطيع تخيل مستقبل بدونهم. أراهم في مستقبلي لكنني لست متأكدا كيف. لم أفكر في ذلك بعد. حان الوقت لاكتشاف إذا كنت حقاً في الحب. دعنا نرى نتائجك. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة ومشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء. إذا كانت نتائجك من 480 إلى 600 نقطة فأنت عاشق بجنون. يبدو أنك عاشق بجنون، قلبك يخفق عندما يتواصلون معك، تفكر فيهم طوال الوقت، ومستقبلك يبدو غير مكتمل بدونهم. هذه علامات واضحة على أنك في حب حقيقي. استمتع بهذه المشاعر الجميلة. إذا كانت النتيجة من 300 إلى 479 نقطة فهو الحب في تطور. حبك في طريقه للنمو. مشاعرك قوية ولكنك تأخذ الأمور بروية. تستمتع بصحبتهم وتفكر فيهم كثيراً، لكنك لست في عجلة من أمرك. هذا يعني أن حبك يمتلك أساساً قوياً ولديه الكثير من المجال للتطور. إذا كنت تملك نقاط من 120 إلى 299 فليس بعد هناك حب. يبدو أنك ما زلت تستكشف مشاعرك. رغم أنك تهتم بهذا الشخص، قد لا تكون مشاعرك قد تطورت بالكامل إلى حب بعد. لا داعي للقلق، فالحب يمكن أن يستغرق وقتاً، ولكل مرحلة عاطفية تختلف. خذ وقتك لفهم مشاعرك ورؤية أين سيأخذك هذا الاتصال. شكراً لمشاركتكم في اختبار الحب. سواء كنت في الحب أو ما زلت تستكشف مشاعرك، تذكر أن الحب رحلة.
استمتع بكل لحظة ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك ومشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء الذين قد يحتاجون إلى نصائح حول الحب.